السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم فهد الشمران. اليوم راح أتكلم عن الفايروول، جدار ناري. بداية تعريف الفايروول، الفايروول يكون يا برنامج سوفتوير أو هاردوير كجهاز، وظيفته يحمي الشبكة من الهاكر والفيروسات أو حتى الوصول إلى الأجهزة عن طريق الانترنت، وصول الى الاجهزة الداخلية او الشبكة الداخلية عن طريق الانترنت. انواع الفايروول، بداية الفايروول عندنا اربع انواع. الباكت فلتر اول نوع من الفايروول، وهو اول بدايات الفايروول، كان جدا بسيط، مجرد ان الفايروول يشيك على الهيدر للباكت ويتأكد انه مسموح، يمرر الباكت ديناي او رفض او عدم السماح، فيرفض الباكت وما توصل او ما تخرج برا الشبكة او تدخل داخل الشبكة. النوع الثاني ستيتفول فايروول. ستيتفول فايروول اوفر ميزات اكثر من باكت فايروول، بحيث انه ما يكون بس التدقيق على الهيدر الباكت هيدر، يكون على الكونكشن كامل، جميع الاتصالات الداخلة والطالعة، يتأكد من الصلاحيات، هل مسموح له فيمرره، غير مسموح له يرفضه. النوع الثالث بروكسي فايروول. بروكسي فايروول نفس تقريبا فكرة برامج البروكسي، بحيث انه ما يكون فيه اتصال مباشر من جهاز الى الجهاز الثاني، او من جهاز خارج الشبكة الى جهاز داخل الشبكة، انما يكون الاتصال عن طريق البروكسي فايروول ويتاكد من الصلاحيات. النوع الاخير من الفايروول وهو النكست جينيريشن فايروول. الفكره في النكست جينيريشن، واللي هي يكون الفايروول يكون التدقيق الاتصال او الحمايه ليس فقط على مستوى الاتصالات والداخل والطالع، انما حتى على مستوى الابليكيشنز، البرامج اللي تشتغل، ويتاكد من البرامج والصلاحيات المعطيه لها، وتدقيق هل البرنامج فعلا مسموح له انه يتصل او لا، بالاضافه الى توفير الحمايه من الفيروسات والتروجانز. النقطه الاخيره اللي حاب اتكلم عليها اللي هي ديميليترايز زون. فكرتها ان يكون عندك اتصال انترنت، فايروول، يكون عندك شبكتين، الشبكة الاولى اللي فيها الويب سيرفر والشبكة والايميل سيرفر، بحيث انه هذه الشبكة اي شخص من الانترنت يقدر يدخل ويتصفح سواء الموقع او الايميل. بالإضافة عندك الشبكة الثانية اللي هي الشبكة الداخلية. ديميليترايز زون أو DMZ تكون تحمي الشبكة الداخلية، بحيث أنه لا سمح الله أو لا قدر الله حدث اختراق للويب سيرفر أو الإيميل سيرفر، ما تتضرر الشبكة الداخلية ولا بإمكان الهكر أنه يوصل لها. أتمنى أني وفقت بالشرح، أتمنى نال إعجابكم، وشكرا لكم.